بكم مجددا. شيع جثمان الفتى ثامر محمد الشرعي أمس في قرية الجيزة جنوب درعا، حيث شارك المئات من أهالي القرية في تشييعه. وقالت أسرة الشاب ثامر بحسب مواقع معارضة إنها تسلمت جثته مشوهة وعليها أثار تعذيب وحشي، حيث اقتلعت أسنانه وكسر عنقه، بالإضافة إلى كي جسده بالسيجارة بحسب المعارضة طبعا. وكان ثامر محمد الشرعي البالغ من العمر 15 عاما قد اعتقل في 29 من أبريل نيسان الماضي برفقة الفتى حمزة الخطيب الذي توفي هو الآخر تحت التعذيب. وقد استحال عرض الصور كما جاءت على المشاهدين. لما تحمله هذه الصور من فضاحة؟ لم تعد الكلمة تكفي، فصور التعذيب التي يتعرض له أطفال سوريا تزن الأطنان من كلمة الرفا. ثامر محمد الشرع من على عمر لا يتجاوز 15 عاما يعذب حتى الموت أو الشهادة. ليس صدفة أن يكون ثامر من قرية الجيزة التي ينتمي لها حمزة الخطيب، فالطفلان حمزة وثامر صديقان لم تختارهما الصدفة لقدر كهذا. اعتقلا معا في 29 من شهر أبريل نيسان الماضي عندما شارك في مظاهرات مطالبة بالحرية، فصدرت حريتهما قبل أن يتعرض لتعذيب وحشي. انظروا إلى عينه كيف الرصاص قد وقع فيها. تفقع العين، تقتلع الأسنان، وتكسر الذراع والعنق، ويكوى الجسد بالسجائر. تتسلم عائلته جثته قبل يومين فتكتشف جثة مشوهة، جسد غض حملته أجهزة الأمن السورية بحسب عائلته أطنان حقدها على أطفال تقول إنهم يهددون أمن سوريا. جثته كما نراها اليوم هي لوحة لمأساة سوريا بكاملها. شيع جثمانه أمس في الجيزة قرب درعا، المئات من أهل القرية خرجوا وقلوبهم تعتصر من ويل ما شاهدوا، خرجوا بقلوب مؤمنة تحسب ثامر شهيدا عند بارئه.